إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. فتح نادي الوداد الرياضي لكرة القدم الثلاثاء باب الترشحات لرئاسة النادي خلفا لسعيد الناصري. محمد ماغودي الناقد الرياضي أبدأ خلال استضافته في برنامج بدون لغة خشب الذي يذاع عبر أثير إذاعة ميد راديو تخوفه من الوداد بعد حقبة سعيد الناصري. وقال ماغودي في رده على سؤال صاحب البرنامج رضوان رمضاني أن الناصري نجح فيما لم يستطع أي رئيس قبله تحقيقه، وذلك على مستوى الألقاب القارية والمشاركة في دوري الأبطال. وتابع مغودي أنه رغم نجاح الناصري رياضيا فقد فشل في استغلال ذلك على المستوى الإداري والمؤسساتي، كما أشاد الناقد الرياضي بحصيلة سعيد الناصري رئيس الوداد وما حققه من ألقاب طيلة فترة الرئاسة على رأس الفريق الأحمر. كما قال سعيد الناصري في تصريحات إذاعية أنه قرر الابتعاد عن شؤون النادي الأحمر بسبب فشله في بلوغ الأهداف المرجوة خلال الموسم الحالي، وأضاف: لقد قرر التنحي استجابة لمطالب الأنصار، وسأكون داعما للرئيس الجديد وفق مقتضيات القانون داخل الجمعية العمومية للنادي. وتابع: كل ما يمكنني قوله أنني سأدعم الرئيس القادم ولن أترك النادي رهينة للديون والنزاعات، كما أتعهد بسداد رواتب ومستحقات لاعبين كاملة عكس الوضع الاقتصادي للفريق حين استلمته. وزاد المتحدث: أعتقد أن دورة التغيير حانت ورحيلي يأتي تلبية لمطالب فئة من الأنصار بسبب إخفاقنا الموسم المنصرم. وضيع الوداد هذا الموسم فرصة التتويج بخمس بطولات آخرها كأس العرش أمام غريمها الرجاء، الشيء الذي أثار غضب من الجماهير الودادية، وخسر الفريق الأحمر دوري أبطال إفريقيا على يد الأهلي المصري، ثم ضيع لقب البطولة ضد الجيش الملكي في آخر التواني، علاوة على الخروج المهين من الدور الأول لمونديال الأندية، كما خسر السوبر الإفريقي ضد النهضة البركانية وكذلك كأس العرش ضد النهضة البركانية. ويعد هذا الموسم موسم كارثي بالنسبة لفريق الوداد الرياضي الذي تعود في المواسم الأخيرة على التتويج بالألقاب وحصد البطولات، وعبرت فئة عريضة من جماهير الوداد عن غضبها مطالبة سعيد الناصري بالتنحي عن كرسي الرئاسة ومنح مفاتيحه لشخص آخر. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.